براس امك ما عادش تقول لي هذاك. اسمي عربي لطفي. به نرجع الموضوع بتاع الماكينه، الماكينه يا لطفي كي نقولوا فما ماكينه باش تخدم لطفي راهي تخدمه بالكدا بالكدا، معناتها شنو برودكسيون ماركتينغ. راه كي نقولوا نحن وانت اقدم مني وتعرف اللي كونه جيشي يبدا محلول مسرح بلدي سوسه اليوم عربي مازن يعرض وغدوه لطفي العبدلي يعرض، راهي فما ناس وصلت تعمل تحط عباد في الجيشي اللي يجيب شي يقص مثلا العربي مازن يقول سيب عليك راه مسرحيه فاشله وراه البارح في المهديه دخلوا له ثلاثه ويعملوا فيه الشيء هذا وموجود لطفي. ما نحن نحكيو اللي كونه موجود. انا سامحني انا لطفي كالعام في 2013 عملت مسرحيه اسمها عربي ونص. نحاولي 30 عرض. تفهم فيا؟ 30 عرض، كل مرة عرض طف كلمني مدير المهرجان يقول لي والله راهو عندنا ترافو أو درا شني، ونعرفوها الحكاية حكيته في الراديو هذايا حكيته في الراديو حكيته برشا مرات على خاطر ظلم نسميه هان. إيش مدخلني أنا في الحكاية؟ خاطر كي ناس معانا اليوم عندي سبيتلة لو 23 أوت عندي سبيتلة يتيح لي 23 أوت بعدنا قال لطفي العبدلي 23 أوت في العرض هذاك. نسمع عندي قفصه لوسانك يتيح لي لوسانك تاع قفصه. ربي لطفي لهنا راه مش نتهم فيك انت راهو يا لطفي مش نتهم فيك انت. لا عربي عربي لهنا ولات كاينها تصفيه حسابات مش تصفيه حسابات. ليه 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 ما عندي لحظه 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 يا شيخ تعيط عليا انا مش نعيط عليك انا. اما ولا لطفي كاين تصفيه حسابات فيصل لهنا لطفي ماهوش وزير ثقافه لهنا انت تحكي له على مشاكل. ممثل نحكي معاه ما عندكش حاجه كونكريت نحكي ممثل ما عندكش حاجه مانيش نتهم فيه انا. انا مانيش نتهم فيك انت نحكيو على الماكينه الماكينه اللي هي موجوده معناها تقول انت كانك تقول سمحني تقول عارف. ممثل تقول مثلا قداش سامحني لو تقول مثلا قداش انت ممثل راك تاع وين منشور بتاع جامعي مش بتاع وين منشور عمل وين منشور نجح سامحني خاطر نحكي معاه برابور تجربته قداش بالنسبه لي انا ممثل محترف وكونفيرمي والممثل كونفيرمي راهو ينجح في الوان منشو ينجح لا لا في الممثل الجماعي ليه ليش ليه ليش عارف ليه فما فرق ما بين ممثل محترف تخلو اذا انت بيدك توا تخلت لا لا مانيش نخلو ممثل محترف باش نقعد برشا في الموضوع هذا في الوان خلينا نشوفوا مش باش ينجح خلينا نحطوا انت ما نجحتش في الوان منشو نجحت لا 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 يا لطفي لحظه عربي ونص عربي عربي ونص قاعد عميل خلينا نجيو قعدت عامين عايش خويا نخدم فما ثلاثة من الناس صارت لي مشكلة نحكيو من الاخر ولا صارت لي نحكيو من الاخر ما عادش لك وبعد هما يقول لك انا درا شنو صارت لي مشكلة والاخر سرقوه والاخر جا داخل هربوا له بالجمهور خاطر حكيت كيف انت صارت لك مع 10000 ولا تدور لي 200 بورتي اما العب اما العب اما العب ولا تدور لي 200 بورتي اما العب فهمتني مش كيما انت لعبتك خاطر ليش مغطي لعبتك مغطي شوف شوف لا 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 وقفني وقفني ثلاثة من الناس ناجحين في الورد توا ما جاء حتى حد وباقي الكل اسمع باخي نكملوا باخي نكمل عندنا وقت لطفي امان عايز خويا فما ثلاثه من الناس ناجحين في الورد شو لمين نهدي يا سرتا مامو بزوز مسرحيات قلب الدنيا اي توا الي اون بيرت دو فيتيس اما اللي عملوا ان شاء الله نعملوه يعني نحكي لوجيكا لمين نهدي يا سرتا مامو قلب الدنيا بالون منشو اي جعفر القاسمي نجح في الون منشو اي نحكيو نجاح حقيقي مش عمل الون منشو دخلوا العباد تفرجوا 10 عروض وروحه نحكيو النجاح نتاع كل واحد شد 5 6 10 سنين وعمل وجهه الجندوبي اكهو 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 كريم الغربي ما نجحش في الون منشو الون منشو الاولاني نتاعو نجح فيه العربي المازني عمل لا ما نجحش عمل سكسي العربي ونص عمل يزي على عينك عام ونص فما تاريخ يا ودي يزي حتى كريم قعد عام ونص يعني كنت ديما ديما تحب تحطم كريم قعد عام هذا رايك هذا رايك انت علاش ديما تحب تحطم عليه ما فهمتش علاش ديما تحب تحطم وتحب انت تخرج تحطم كنت تحطم من عند ربي يا ودي انت ديجا لا ما عندي ما حطمني عايش انت ديجا معناتها لطفي ديجا انت في شخصيتك داخل بعضك بالحق كي مش قداش مره لطفي يحكي لكونه انا مثلا ما نعرفش انا ولد حومه شعبيه ولد حومه درشنيه ولد حومه شعبيه واللي انت نعرفوه اللي معناتها الشيء هذا اللي انت ما عشتش وما كبرتش في الحومه الشعبيه لطفي انت معناتها كي مش نحكيه وتقول انت انت معناتها كان النوع اللي تحب تغطي عين الشمس بالغربان هذه حقيقه محمد داش ممثل عربي المازني ممثل وانا عمري توا 35 سنه يا سي لطفي انت ما نعرفش قداش عمرك 50. معناتها 50 معناتها تفوتي ب 15 انت وقت اللي عمرك 35 سنه في عندي انا وقت اللي عملت عربي ونص عمري معناتها 26 سنه 26 سنه انت بابا اش تعمل؟ تشطح مش نبدا واضحين معناتها بالحق معناتها ليه هذا يوم تاريخ وفي عربي هذه حقيقه كي تقول لي انت عربي هذا ولا انترفيو ولا هذه هي تصفيه الحسابات اي ولا تصفيه حسابات او في الموضوع